احفظ الله يحفظ. قال ابن رجب رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم قال: وحفظ الله عز وجل للعبد، إذا حفظك الله فهناك نوعان من الحفظ: الحفظ الأول من الله للعبد أن يحفظ عليه دنياه فيحفظ نفسه وماله وولده وأهله، يحفظ الله عز وجل له ما يتعلق بمصالح دنياه. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، ويشمل ذلك أن يحفظ الله عز وجل العبد في دنياه فييسر الله له عز وجل من المخلوقات، وقد تكون تلك المخلوقات ضارة ومؤذية بطبعها، ييسر الله عز وجل له تلك المخلوقات المؤذية بطبعها أن تحفظه. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله قال: سفينة، وهو مولى، كان مولى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان رقيقا في أول أمره، كان في سفينة فتحطمت تلك السفينة فأوى إلى جزيرة فتاه في الطريق فوجد أسدا، فإذا بالأسد يدله على الطريق وإذا به يهمهم كأنه يودعه. هذه من كرامات الأولياء، من معتقد أهل السنة والجماعة، يعني هذه أمور خارقة، بعض الناس يقول كيف تحصل مثل هذه الأشياء، هذه من كرامات الأولياء، من كرامات الأولياء، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة أن يؤمن العبد بكرامات هؤلاء الأولياء. لكن انتبه، بعض الناس قد يأتي بأشياء خارقة للعادة لكنه فاجر فاسق، إما صوفي وإما أن يكون من الكهنة والسحر وما شابه ذلك. ولذلك اختصرها السلف فقالوا: لا يغرنك الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء حتى تراه عند الأمر والنهي، يعني حتى تراه عند أمر الله، كيف هو عند أوامر الله؟ كيف هو عند نواهي الله؟ إن كان من المطيعين، إن كان من الأتقياء الأبرار فهذه كرامة، إن لم يكن كذلك فهذه خزعبلات وخرافات وشعوذة وسحر وكهنة. هذا هو الفرق.